بسم الله. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا من محبتك يا حبيب يا كريم. وما قدر الله حق قدره، إذا ما قدرتوش محال باش تكون أنت صاحب عقل، صاحب إرادة حقيقية، مش إرادة كاذبة يعبث بها الشيطان كما يريد. يعني حط لك في بالك أن أنت عندك إرادة حرة، فولونتي ليبر. هو في الحقيقة يحط سموم الكل في شخصيتك حتى تولي ما عادش عندك شخصية. ظن في روحك اللي أنت مكتبك حد بناء الشخصية، وفي الحقيقة إبليس أفرغك، سلبك ذاتك. نسأل الله السلامة.